تطوله بحيث يكون الطول اطول. سهل جدا، بتجيب القطعه دي بتحطها هنا، شوف كيف بتضغطها كده وتجي لافت. الان خلاص اصبح ماسك. تبى تركب القطعه دي نفس الحكايه، بتدخلها هنا وتجي لافت وتشد. هذه خاصه بتنظيف القزاز، ما نبى ننظف احنا قزاز، نبى ننظف ارضيات. بنركب القطعه دي هنا ونيجي نضغطها لتحت. طبعا لازم ايه الفتحه تكون صحيحه مفتوحه، وتيجي ضاغط وتيجي لافف كده، خلاص مسكت. الان اصبح كامل، هو زي ما هو كده.